هب أن هذا البيان قد تلقفه الأوروبيون، ساعتها بماذا ستدافع؟ إنهم القضاة الذين يقولون ذلك. يبقى أنا وقفت ساعتها ساعة ما أعمل كده ضد الملايين الهادرة التي كانت في الميدان. المسألة كانت إرادة شعب. طيب، يعني أنت بتتكلم في الفعل بشكل رائع وجميل جدا. يعني أليس من انضموا للناس اللي كانت في الشارع في 25 يناير ما كانوش أيضا بينضموا لإرادة شعب؟ لماذا تميز سيادتك وقفتك بأنها مع الشعب وتلوم الآخرين على الوقوف مع 25؟ أنا ما قلتش أنا اللي انضموا للناس في 25 يناير ضد إرادة الشعب، أنا لم أقل هذا. ما أنا فاهم. لكن أنت هنا لما جيت تتكلم على أن اختلاط الأدوار، الناس اللي انضموا، في ناس انضموا في قضاء انضموا وخرجوا لم يمسهم سوء. يعني في قضاء كثيرون وأنا أعلم أسماءهم وهم يعلمون أنني أعلم أسماءهم وقد قصوا علي ما وقع منهم وظلوا في الميدان قد إيه، إنما هو دخل مؤيدا لأفكار معينة وخرج دون أن يخدش. لكن أنا برضو مش موافق على إن القاضي يعمل كده. ولا تقل لي طب ولماذا فعلتم مع الإخوان؟ طب دي نقرة ودي نقرة. إيه اللي يمنعني أقول لك كده؟ لا، اللي يمنعك إن أنا كنت أنا وحضرتك والشعب المصري بأسره كان يدافع عن وطن في مواجهة محتل بغيض إرهابي مدمر. المسألة هنا لا تتصل لا بحزب ولا بنظام ولا بسياسة، المسألة تتعلق بمسألة وجود في هذه الآونة. إذا تداعينا لنصرة الوطن فلا ينبغي أن يمنعنا عن ذلك مانع. إذا يعني شتان بين هذه المعركة وتلك، دي معركة داخلية سياسية بين من يرى أن هذا أحسن وهذا أسوأ، هذا ينبغي أن يرحل. يعني كان اللي حصل في يناير، في ناس بتقول ده الناس دي تمشي، وفي ناس على العكس، واخد بال حضرتك؟ فالمسألة كانت تحتمل وجهات نظر. إنما من الذي يقول بأن الإخوان ينبغي أن يبقوا، أظن دي ما فيهاش وجهات نظر. لا، دي ما فيهاش وجهات نظر ولا فيها حياد، واخد بال حضرتك؟ والظروف بينت ودللت على ان اللي عملوا القضاة واللي عملوا الاعلاميين واللي عملته فئات الشعب المجتمعة انقذت الوطن بل انقذت الامة. فالقياس بين هذه وتلك اعتقد لو اذنت لي غير جائز. طيب، اذا انت تفرق في وضوح بين الفعل الثوري والفعل السياسي الحزبي. الله ينور عليك. مظبوط يا فندم؟ الله ينور عليك. يعني انا قطعت جهيزة قول كل خطيب لانه المسألة الجزء الذي يغم فيها على كثير